عندي هنا أنا فاند هاي البطالة، بس أخذهن وياي قبل ما أروح. هاك نونو، اليوم إلا نلعب تنس. هاك خلصت المسواق، فهسه ثقيلة عليك. هسه راح نروح المكان ثاني آخذ من عندهم لحوم، لأنه أنا من الأسواق الألمانية ما آخذ لحوم، فقط من محلاتي أما أكرادي أما عراقيين. هسه بس أفرغ الخضرة هنا، هاي السلة الحلوة، وبعدين بس مو كلها تكفي، بس الأشياء البلا جاس، بعدين نروح على نحكي ويا الناس. رايح وجاي يسلم علي، شنو انت؟ اذن يخاف عليهن يتكسرون. ردنا النت عنطيك عصير. طبعا بنات دائما اذا لقيتوا الجوز الهند البيو وين تشوفوه اخذوه، شكل رهيب. هذا الاصلي مالته. تعال تعال يلا تعال انطيك نمنم. تعال يا بابا على السلم. هاي العصير تعال يلا قبل شوية سويت وياه. أكل أكل. شنو؟ باي باي. تعيسن نلعبيها. نلعبيها ونقف المسواق. ما راح حكينا بالإنجليزي عليها البادمنتون. لعبة إنجليزية أعتقد. يا سلام على الزيوت. خلينا نحط بعد شوية مي حتى. نطلع المونة مال الزيت. يا راحت المونة. لا خلصنا. شوفوا هيك طقوس حلوة، خليكم مو بس تنافون تلمعون. اللي نطلع الأغراض اللي نحتاجهن للطعام اليوم، مو هاي الثلاجة تجيها. خلينا نشوف شنو نسوي. راح نحتاج الفلفل، هذا الفلفل الأخضر. أين الفلفل الأحمر؟ راح أراويكم شنو نسوي هسه. عندي فلفل وشنو بقى الله كرفس هناك و صلاي. تنصدمون مو تقولون بس شو مسوية، ترى هاي من الصبغ. مو سويت الدوش وخليت بلسم خاص مالت شعر، يعني هو مو بديل زيت، لان بديل زيت كلش مو نصيحة يوقع الشعر.
فاستخدموا يا اما الزيت اللي انتم حابين دائما او معتادين عليه، او اذا تريدون استخدموا بلسم. بلسم شنو؟ بلسم شلون هاي العصارات الكريم، راح من اصعد فوق غرفه الملابس اشوف لكم اياها. شلون هاي العصارات الكريم مال ايام الاطفال كنا صغار او نحن كنا صغار، كان يجيبون لنا عصاره مال شو اسمه مال الجروح، هيك تصير كلش صغيره. فهاي من تشوفوا تقول معقوله هاي للشعر؟ راح يجي بالكم انه هي مال الجروح مال هيك سوالف، لا بس هي مال الشعر. يصرحوا لها اصلا هي بلسم او كريم بلسم من هالامور. خلينا نرجع على التليفون ونرجع. طبعا ما كنت تعرفون كنا نسولف، خلينا نرجع لموضوعنا. بنات طبعا راح احكي لكم اليوم عن الفرن اللي يسوي لنا اللحم بعجين. دائما من اسوي اني اشوف من عندكم هواي بنات تسالوني عنه، من وين تجيبيه وانتي بالمانيا، متوفر بالعراق ووين، وحتى باوروبا بشكل عام. فخلي اول مره نحضر العجينه انا وياكم، وبعدين العجينه دائما انا اشوف لكم اياها. الطريقه مالتها كلش سهله، احنا نقدر نسوي لحم بعجين نفس اللي سويتيه بالفرن العادي الغاز. طبعا نقدر نسوي بس ما يطلع نهائيا نفس اللي اسويه بهذا الفرن الخاص بلحم بعجين. السبب لانه درجه الحراره مالت هذا الفرن تكون كلش عاليه. وبالنسبه للبنات اللي تسالون انه بالمانيا من وين تجيبي، طبعا راح احكي لكم كل التفاصيل بعد ما نسوي العجين ونسوي الحشوه، لانه اليوم راح اسوي حشوتين، حشوه مال اللحم بعجين والحشوه الثانيه مال صدر الدجاج. وجارتي راح تجي يمي اليوم تشرب شاي تعلوله، وراح نسوي بها لحم بعجين يكون كلش حار، وراح اعطس لحظه. يلا لازم اعطس. المهم فخلينا نسوي العجينه. طبعا العجينه دائما نروح الثوب، ايش طلعت هاي مره ثوب مره عطس. العجينه دائما مسويت لكم اياها اني قديمه كلش هواي، اللي هي العجينه مالت الخبز نفسها او عجينه الصامون، فقط طحين وماء دافي وملح وخمره. فخلونا نبلش. طبعا انا عندي هاي الباصه الكبيره كلش، او عندي العلبه مالت الطحين هاي الكامله، بس ما بيحرق وقت تشيلوا مقادير، فهاي كيلو كامل بتشيس احسن حتى ما اخبص نفسي الكيلو جد راح يطلع زين. كل ما انوي على المطبخ ونظفه تطلع لي الف سالفه وسالفه، ويروح اليوم وتروح الفكره ما تنظيف، وعقلي الباطن وعقلي الخارجي ينسى زين. علوكة نحط كيس واحد من الخمرة. طبعا العجينة نفسها بنات مع الخبز، كل ما اسوي اني لحم بعجين احكي لكم هذا الشيء وارجع عائدة، لان اعرف بناتهم راح تسألوني اذا موجودين جدد بالقناة. فقط الكيلو كامل مال الطحين تخلون عليه كيس كامل مال الخمرة، وتخلون عليه رشة ملح والمي، المي حسب نوع الطحين اللي تستخدمين، يعني ما راح اقدر اقول لك كوب كوبين ثلاثة اربعة، لا على حسب. انت تضلين واقفة تباعين حسيتي انه العجينة اوكي بعد ما تحتاج مي فيها تنعجن تتلابس وخلاص، بس انا احسها انه لا ما تحتاج. بعد اذهب البشور مالتها، راح نحتاج بصل وكرفس وسن واحد ثوم، كلش طيب صدقوني بالحشو كلش طيب. وراح نخلي الفلفل الاحمر، اهم شيء الفلفل الاحمر ومعجون الطماطم هو اللي بينطيها هذا اللون الجميل. هاي الثومة الصغيرة، شوفوا اذا تريدون تسوون صدق لحم بعجين اللي تاكلوا بالمحلات عليكم بهذا المخلوق. بنات الفلفل الاحمر بشكل طيب بشكل طيب، وينطي نكهة ما اعرف، يعني تحسون كأنما سربي. اذا سويتي لحم بعجين خليتي طماطة ولحم، راح ادمع من الوصف من البصل. خليني اشتم الفلفل لحظة. فاذا سويتي اللحم بعجين وما خليتي بيه هذا المكون، لحم بعجين مالتك نص لحم بعجين. فخلينا نجهزه هسه. تمام خلصنا من العجينه، نطلع من عندها هذا. شوف بنات بس اجمعها زين، لان هي ما تحتاج بعد معجونه، يعني ما راح اعجنها نهائيا ولا ابد. ما شاء الله خوش عجينه صارت ناعمه، نغطيها ونخليها ترتاح. بس اسوي هيك قطع حتى بسرعه ينثرم. طبعا هذا الزغيرون يجي ما بيه حبوب، صار نظيف، ولهذا دائما اقول لكم استخدموا الزغير.
واهم شيء الثومايه ما ننساها. وراح نخلي واحد اخضر. زيت الزيتون كلش مهم على هاي الوصفه. طبعا شوفوا بنات هاي هسه بدون معجون، بعدني ما حاطه معجون نهائيا. هسه راح نضيف ملعقتين مال اكل معجون العصفور. طبعا شوفوا هسه هذا فتحته الجديد اخذته من بعدي، بس حبيت انه اشوف لكم اياه. صار متوفر بالعراق. راح احكي لكم عن الاشياء السريات اللي بالموضوع. شوفوا خلينا نطلع الفرن اول مره. هذا الفرن اللي طلبته من ابو علي اللي بالعراق. كلش هواي دا اشوف بنات يسالون عن الفرن انه هو نفسه دا تلقوه وعملي لو مو عملي. فرن. هذا الفرن طبعا مثل ما شفتوا جديد بعده بالباكيت، راح اليوم ندشنا انا وياكم. بس اكو شغله كلش مهمه لازم تعرفوها، اشياء ثلاثه او اربع اشياء سريه لازم تعرفوها بالفرن، كلش مهمه. اللي موجودين خصوصا بالعراق، بالله اللي موجودين بالمانيا تقدرون تتواصلون ويا ابو علي تاخذون من عنده مباشره يدز لكم اياه للبيت وين ما تكونون، حتى يمكن اعتقد باوروبا يدز ما اعرف. بس بالنسبه للي بالعراق انا من رحت وشفت صراحه عن نفسي وراح احكي هذا الشيء للامانه، شفت هذا الفرن موجود ولكن مو الاصلي، المقلد مو الاصلي. هسه راح تنصدموا شلون عرفتي اصلي لو مو اصلي. اول شغله الوزن مالته كلش كان خفيف، هذا الوزن مالته تقريبا 4 كيلو ونص، يعني من تشيلوه تحسون بفرن 4.5 وزنه. هذاك تشيلوه عباره عن غلاف كلش خفيف وامان ما بي. الشيء اللي خلاني انه اميز انه هذا الاصلي لو مو الاصلي، الاصلي تخلون العجين او اللحم بعجين مثل ما دائما انا اشوف لكم اياه على البلاتة مباشرة هاي، وبعدين المرحلة الثانية تجي وين؟ شوفوا بداخله شنو؟ داخله كل شيء ماكو مباشرة هنا، يعني ماكو سيباية لازم تحطون عليها اللحم بعجين. بينما المقلد او الصيني لا، هذا يعتبر يعني الماني. المقلد ما راح تجي يعني ما راح يكون هالشكل، لا راح تخلوه على سيباية، وهذا الشيء مو صحيح لانه اللحم بعجين له مقاييس خاصة بالحرارة على مود بسرعة يستوي. فهذه شغلة. الشغلة الأهم من هذا كله أنه هذا الجهاز بثلاثة كابلات، الأول مثل ما تعرفون الحار والبارد والإرث. المقلد لا، يجيكم بس اثنين، الإرث ما بي، يعني حار وبارد، ولهذا السبب يكون مو كلش أمين. فأني شفت هواية من البنات يشتكون أنه الفرن إذا يكونون يعني بلا تكرمون شبشب مال البيت بس يلزموا ينتلون، هذا السبب لأنه الإرث ما بي، لأنه الفرن مقلد. ولهذا السبب لازم تنتبهون من وين تاخذوه، من مكانات موثوقة، يعني من مصدر أو من محل موثوق. أهم شغلة بهذا كله أنه إحنا شلون راح نعرف، أو اللي الناس مثلا جديدة إحنا شلون راح نعرف أو شلون راح نميز، يمكن حتى التقليد يكون نفسه بالضبط. راح أقول لكم على شغلة كلش مهمة، أنه الباركود مالته لما تجون تفتحون الكاميرا وتخلوه على الباركود راح يقرأ التفاصيل مالت الجهاز من وين، بينما المقلد أبدا ما راح يطلع لكم شيء. ولهذا السبب وأنتوا عند أي محل يبيع من هذا الفرن دائما افتحوا التليفون مالتكم وباعوا الباركود اللي على الجهاز مالتهم، حطوا الكاميرا اذا طلع لكم اللينك وقريتوا تفاصيل انه هو من منشأ الماني فاخذوا. اما اذا ما طلع لكم هذا التفاصيل ابدا لا تتقربون عليه ولا ابد، لان هذا المقلد. وحتى اسهل عليكم الموضوع انه شلون تاخذوه بكل بساطه، تروحون على اللينك اللي موجود بصندوق الوصف. هذا هو الموقع الخاص بابو علي، وانتم تعرفون كل الزين. سبق وشاركت وياكم فيديو جاب لي التنور للبيت، وعنده هو هم اصلا ماركت هنا بالمانيا يبيع بي المواد اعتقد غذائيه وهيجي واجهزه وهالامور، فيدز لكل مكان. وسبق والتقينا به شخصيا ولهذا السبب عندي كل الثقه لما اجي احكي وياكم،
واقولكم انه انا اخذتها من ابو علي مكان موثوق به ابدا، ما راح يجيكم بداخلكم شك بانه هذا مقلد او كذا نهائيا. طبعا انا ليش دا اشارك لكم اياه؟ للبنات اللي يحبون يسوون لحم بعجين، وحتى اللي موجودين بالعراق اللي يسوون مثلا هاي البيتزا وهالامور يشتغلون من البيت، يعني مجموعات كلش كبيره، فما شاء الله هذا ضمان وفلوسكم مو خساره بهم. مثل المخازن صايره بالسماوة اعتقد، يعني اسمها مخازن الالمانية، وهيك يجيب اجهزة هواية، يعني يرسل من المانيا يرسل للسماوة ويدز كل المحافظات العراق. فاذا حابين تتواصلون وياه بخصوص التندور او هذا الفرن الجميل الصغير، راح اخليكم اني رقم التليفون مالته الشخصي، تواصلوا وياه عن طريق الواتساب، او اذا تريدون تواصلوا عن طريق اسم الماركت مالتهم بابلون او اسواق بابل اعتقد بابلون بابل كلها وحده. ابو علي عذرني ترى ما منتبه على الاسم والله، يعني رقمك بالواتساب مباشره تجيك. ف اذا تحبون فتواصلوا وياه مباشره عن طريق الموقع مالتهم مال الفيسبوك او الموقع بالواتساب. هذا مو بس لابس قاط، هذا عليه ختم. يلا تعالوا نبلش. شنو هذا؟ شنو هذا؟ راح اسوي قاعده اليوم بريه. إنه البراري. الفرن أقول نحط على الخشب. وهنا نطلع اللحم بعجين. أوكي. حاولوا من تستخدموا حتى يبقى يعني وقت أطول، خلوا هنا الفوليا أو السيليفون مالت الفرن. جربت مرة واحدة من البنات كاتبت لي بتقول استخدمي ورق الزبدة نفسه مالت الكعك وهيجي، فاحترق يعني خليته احترق عطب لأن الحرارة كلش عالية. دائماً هاي شغلة انساها. هاي صغيرونة لازم نخليه أكبر. شنو هاي الحركات؟ شوفوا يجيب لي تشف يقول ترى عندكم هيك مجانين بالبيت؟ ها؟ تعال تعال انت الثاني. هاك علي. هاي الحشوات. الحشوات. والباشوات هاي الحشوه الاولى مال اللحم ابد ما ينكسر بعد ايش ما وين عليه خلي عليها السيليكون تتو تتو الحين هنا ونبلش نشنقها نسوي شنق صغيره صغيره معقوله ما ننزع المحبس او لا ما ننزعه ما نحتاج شوفوا شي صغير وانا راح اسويها لا ما عندي نانا تستاهل كنت حاسه بيك حاسه بيك راح نحن اليوم الا تقرصني ما بيها مجال اليوم احصل قرصه ده تحوم بس مو قلنا دوخري ليش ما تخلي جوه هنا احسن على اصلا ما بي شاي بي ما لازم اصلا انت جبتيها اصلا اقدر احط منه لا اي حطي حطي هواي ايوه بابا ايش مسوي تصير بس هاي الشغلات إس أو ماي جاد كوكي 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 ينكتي تحب ليش ليش من اللي ديدي هات العفو سوي هيك عجين 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 سوي تشيك تشيك تشيك
وبعدين بالعرض لان احنا راح نطويها عرفت شلون بس المهم تاخذ شكل الصامون علي علي طبعا اخذت هذني الخشب ما كان عندي اياهم بس بشكل مريحات بس خلاص كفنها يومي يامي 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 ايش تك من ساكنة كلش مريحات بنات احسن من شو اسمه هذا اللي تلقون عند محلات الاثاث موجودات تو ما بغوختي لا روح منها حار لا حبيبي لا ما في يلا جيت ماشبين جيت ماشبين جديد ايش هبوا دي كلاسي كارتن جيت الفرن لازم مقاييسه خاصه بالحراره مو حي الله فرن هذا الفرن كلش درجه الحراره مالته عاليه ولهذا السبب تشوفون يعني لازم بسرعه بسرعه زين فمثل ما قلت لكم شو اسمه الحلو بيسوي كميات يعني سريعه وهوايه يعني حرفيا هذا مو خساره اذا تاخذون واحد مهم مهم يكون عندكم واحد من عنده بالبيت وقت السفرات هالامور واحد يطلع سفره يسوي احسن ما يسوي سندويشات هاي لحم بعجين او اني من النوع يعني احكي لكم اخلي كميات بعض المرات بالفريزر عرفتوا شلون هاي جبتيها من الفرن وجيتي شو عندك السوالف بالمطبخ يمك بالجراره العريضه يا هلا يا هلا شوفي حارات يلا ليث ليش ما يجي قولي له مالك نصيب طيني انا ودي عود ليش يعني ما حبيتش ها هاي انا هذا اللي يجي يوميا الزائر لقيت الحفرة مالته هنا هياتها بالزاوية يطبيها يختب انطيته جزراية حتى ياكل اي لا لا اخاف تروحي بعدين يصير لك شيء احنا بدون صلحة لا لا صرت حشيله يا لا لا ما يعض بابا حيوان اليف الله عليك الله وصي احلى شيء ها لا انا سويت اذا طلعت صوت انت الخاتله هناك راح شلون تشيل بي يو صدق والله شاله يلا تعال 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 تقول خلنا صعد تقول خلنا صعد رجلي الله الله شو مره شنو هذا ايش بيه هذا شعلي شوفوا شو مره خطيه لا 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 خطيه ايه لا تعال ما شفتي مره حالك ميت وانا جايبت له هناك جزراي دارت اياه بس جيبه نوكله جيبيه هذا مات هذا عم حالك ميت لا ماتكم هاي شخو ماكو شيء ماكو شيء بزلاطه خطيه ايه كنتين اب اند ريجارد يين اب مش حلوه دراسه في الكلاس واو باي كانش معي حسن شفتي تش قاعده هناك وشايله رجلها انت شكو خايفه يلا لازمه لازمه هو صعد لو انت جبتوه عمو جابه امين جبته جيب سكينه رودي جيب سكينه زين زلاط احد لا اسوي دجاجيك اخترعنا بنا اي شيء صار قول زمي لا خاف لا ما يسوي اي شيء والله متوش قد حلو حلو تفعيش بابا سوي منها هيك هيك نايم نايم زين اذا تعلم علينا عادي بعد ما يخاف لا ما يتبقى ما يتربى هذا دقيقه كمان هاي نايم بابا شوف حيدر شلون شلون اي شيء صار على الوقع تبغى تستكينه تتعورون
خليه ياكل خطيه خمط خمط اكل اي خليه ياكل خليه ياكل ياكل حط اوه ماي جاد كم wieso ist es der beste ich dachte wenn das er ist einfach اكلها 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 عمو شونك ايست عمو شونك عمو شونك ابي ابي هذا ابي ما ابي ما حيدر ولا يخاف بس ليش اذا يشوفها حشره ما خليش متخوف كاني سو اسم خلت او شو يا بقر الفن لا لا نايم يدق عليه من جزء غير اللوزه ما في كافي ما راح ياكلها ما هي كافي حطوا له حطوا له بعد خيار انت ايش كان انا عندي واطي حلو عشان حلك الزين مقص يا زنبورة ميجزين يبقى ما مامي بيعمل مامي بيعمل زنبورة أخوي يقول مش بس لا شيء يضم يضم راسه ما يقبل يضم راسه شوفه شوفه شان يضم راسه ما أكل لا يمشي لا 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 الكولي حبيبي خلي خلي الله عليك خلي خلي علي أما لا خليه يتعلم ليش؟ جرد ياخذ الاكل ياكله هو سبايدر مان هو اللي يطيه لا براسن كوم من بطنه حيل خليك جو ناصر اي من بطنه من بطنه حيل اي عافية هو مثل غوزه؟ لا مو من ظهره من يلا يلا حيدا حيدا مو هالشي خطيه مركب ولا اي عافية حدو اي هيك شي حدو عافية اي حدو شمرة برا ملخ على كيس بات 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 بات